في كل مكان. أكيد برحب بالسادة المشاهدين اللي انضموا لمتابعة حلقة اليوم من مساء الخير يا أمير، وأكيد برحب بك مرة ثانية أستاذ علي إسماعيل، نائب رئيس النادي السوداني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤول شؤون الأندية، نائب رئيس مجلس العمل السوداني ورئيس رابطة أبناء كردفان. أهلا بك مرة ثانية. مرحبا، أهلا وسهلا. يمكن لو تكلمت معك سيد علي عن الجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن الكثير لا يعلم أنه هي أكبر جالية عربية متواجدة في دولة الإمارات العربية هي الجالية السودانية. حضرتك نائب رئيس النادي السوداني في دولة الإمارات ومسؤول شؤون الأندية، يعني عايزاك تديني ملخص عن حالة الجالية السودانية في دولة الإمارات، عدد الأندية، شكل العلاقات بين مرتادي النادي من المغتربين وكذا. طبعا هي فعلا الجالية السودانية من أكبر الجاليات العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا نبع يعني من بداية الستينات، يعني زي ما ذكرنا إنه المغترب السوداني بدأ من الستينات. الشيء الثاني، الحميمية اللي بين الإماراتيين والسودانيين هي اللي جعلت السودانيين يعني يحلو لهم المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. الجالية السودانية يعني تتكون تقريبا من 70,000 يعني فرد، وعددهم عدد 70,000. تتمركز تقريبا الثقل الأكبر في أبو ظبي، من ثم دبي والإمارات الأخرى، يعني الشارقة، رأس الخيمة. وفي نفس كل هذه الإمارات في أندية سودانية. النادي السوداني في دبي هو النادي الأم، اللي هو مسؤول عن هذه الأندية واللي بيدير شؤونه. الجالية السودانية طبعا يعني احنا لنا كثير من الأنشطة والمناسبات اللي تجمع الجالية في الجانب الاجتماعي والتكافلي والجانب الرياضي والثقافي. فدائما ما نلتقي في المناسبات، يعني في الأعياد، في مناسباتنا الخاصة، مناسباتنا الوطنية، يعني أحيانا أيضا نقوم بحفلات ترفيهية للأبناء الجالية، يعني ندعو لها كمان يعني نفر كريم من الوطن وضيوف من الداخل. وفي تلاقى حقيقي وانسجام تام يعني بين أبناء الجالية في الإمارات العربية المتحدة. يمكن برضو يعني أستاذ علي، سيرة المغترب في بداية، مثلا حضرتك ما اغتربت في الثمانينيات، كان المفهوم عن المغترب أنه خلاص انه حيمشي ويغترب ويجيب الماده والمال والهدايا لاهله، وقد يعني تتبع سلسله من الاغتراب اخرى، يعني من اولاد الاهل. لكن مفهوم الاغتراب حاليا اختلف نظرا لتغيرات اقتصاديه كثيره والى اخره، فاصبح المغترب الان من الشباب تحديدا، اذا تكلمنا على فئه الشباب، قد يواجه يعني مشاكل كبرى في فترته الاولى من الاغتراب، ابتداء من توفير السكن والمأكل والمشرب وإلى آخره. أكيد النادي السوداني يعني هو ملجأ كل سوداني يذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة لإيجاد عمل، وأكيد برضو شاهدتم كثير من الحالات وكثير من المواقف اللي حصلت في النادي، إذا تكلمت لنا شوية عن هذا الوضع. نعم، حقيقة الاغتراب في تلك الفترة والفترة الحالية يعني اختلفت كثير من الموازين في تلك الفترة والحالية. في الثمانينات أو ما سبقها كان المغترب مهني، يعني مهني بحت، يعني بيأتي يا مدرس يا مهندس أو أي مهنة ثانية أو رجل أعمال. الآن المغترب بيأتي يعني بدون مهنة أو بدون حتى عقد عمل، بيأتي إن كان بزيارة أو حتى تأشيرة عمل، قد تكون تأشيرة عمل ولكن ليس هناك عمل. وأيضا يعني هو يعني كونك إنك تأتي إلى دولة بدون مهنة، أحيانا حتى ربما تكون ما مخلص حتى الثانوي، فأكيد هتواجهك صعوبات في إيجاد عمل المناسب، أو لربما يعني عمل يكون هامشي. الشيء الثاني يعني
الدخل يعني في السابق كان أفضل بكثير من الآن، حتى الاحتياجات المغترب في الفترة السابقة ما كانت كما الآن. يعني من المعروف تكاليف الحياة والمعيشة في دولة الإمارات نوعا ما نسبيا مرتفع، يعني دي حقيقة. نعم. فلذلك المغترب إن لم يعني يتحصل على مبلغ أو راتب جيد لا يستطيع أن يواكب، فلذلك تلقي كثير من الحالات حالات الإنسانية. وأنا أيضا يعني كذلك مسؤول عن الشؤون الاجتماعية في النادي، بتواجهنا كثير من المشاكل. كيف بيتم التعامل معها؟ والله طبعا الحالات الإنسانية هذه بنحلها عبر صندوق التكافل، هناك في صندوق التكافل الخيري. وأيضا الشؤون الاجتماعية تتحرك في من خلال في الوسط الأبناء الجالية أو رجال الأعمال، اللي هو أنا أيضا في مجلس إدارة مجلس العمل السوداني، بنحاول نحلحل المشاكل اللي ممكن تساعد يعني كثير من المغترب أو الزائر، بحيث إنه يعني يعدل وضعه كما. ولكن للأسف كثرة هذه المشاكل لعشوائية الدخول الزائرين، وهذه حقيقة مشكلة يعني بحثت كثيرا. وحقيقة نتمنى إحنا يعني إنه يتجد لها حل، لأن هي أرقت السودان هناك. يعني من الجانبين، يعني الجانب النسوي والجانب الشبابي يعني، أو فللأسف هناك مشكلة، فلا بد من أن يكون لها حلول جذرية. حتى يعني نقدر نقول إنه المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عنها هذه أدت لتغيير صورة السوداني حتى في يعني في نظر الآخرين. بالتأكيد طبعا. نعم. يعني هو لكل فعل لازم يكون ردة فعل يعني. نعم. فقلة العمل يعني أكيد بتولد جريمة، أكيد ده شيء لا يعني إن كانت هي صورة الجريمة. يعني للأسف إحنا يعني ما نغطي يعني عيوننا يعني من الحقيقة. نعم. فكثير من المشاكل قد يعني الناس ما بتتكلم عنها، لكن هناك مشاكل تحدث من السودانيين حقيقية. ونعم حقيقية. يعني للأسف بتكلم فيها بكل صراحة. يعني أحيانا ممكن تكون سرقات، أحيانا ممكن يكون احتيال، يعني في شعوذة، في دجل. يعني للأسف يعني حتى يعني في دعارة يعني للأسف الشديد برضو. نعم. فهذه للأسف يعني لابد من أنها تدرس حالاتها بشكل جيد. ولا بد من انه احنا حقيقه يعني كدبلوماسيه شعبيه ودبلوماسيه رسميه. نعم العلاقه. نتعاون. ايوه انا عايز اسالك. نعم. احنا بنتعاون كثيرا ونتباحث هذه الاشكالات. نعم. لكن احيانا يعني تجد ابن ادم يجد الحيل يعني ما. نعم. يكسر بها الروتين او ما يكسر بها القانون يعني. فالضبط هو يرجع للنفس يعني. للأسف يعني ما تقدر أنت تضبط الإنسان بأي حال من الأحوال. نعم. ولكن أكيد المسألة ترجع للتربية، ترجع لأشياء كثيرة. نعم. يعني للأسف بدأ الإنسان يفقده يعني في هذا الزمن. نعم. مدى التعاون بين الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرسمية، يعني علاقة النادي السوداني مع القنصلية والسفارة السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب هذه الحالات يعني حالات الجرائم والاحتيال وغيره، أيضا في التنسيق في الخير وفي الشر زي ما أقول، يعني في السالب وفي الموجب. هو طبعا الدبلوماسية الرسمية والشعبية هم وجهين لعملة واحدة حقيقة. نعم. فلا يكتمل عمل الدبلوماسية الشعبية إلا بالرسمية. نعم. ولا تعمل الرسمية إلا بالشعبية، لأن الرسمية أتت للشعبية. نعم. فلذلك في كل مراحل يعني عملنا في تنسيق تام يعني كانت ثقافية، هناك يعني مستشار ثقافي يعني نتباحث معه، إذا كانت يعني إنسانية هناك أيضا في مسؤول شؤون إنسانية في القنصلية أو في السفارة. وحتى المناسباتنا الوطنية طبعا كمان أيضا نتلاقح مع بعض ونتم الأعمال يعني أفضل ما يكون. وإحنا حقيقة نحيي من هنا يعني أخواننا في الجانب الرسمي، سفير أحمد صديق عبد الحي
وطاقم السفارة وكذلك السفير القنصل محمد الحسن إبراهيم وطاقم السفارة وكذلك رئيس الجالية الأخ عيسى آدم وطاقم الأندية ورؤساء الأندية وكل أبناء السودان والجالية السودانية بدولة الإمارات المتحدة. فهؤلاء كلهم كانوا حقيقة يعني مثال للسودان اللي يعني عكس كيف انه يعني السوداني يعني يقدر ويحترم الجانب المشرق للشخصية الجانب المشرق للشخصية السودانية عبر هؤلاء الأشخاص، فلهم الشكر والتقدير والتحية. أكيد يعني. طبعاً إحنا كمان بنوجه لهم التحايا. ويمكن عايز أسألك عن يعني دور الدبلوماسية الشعبية أستاذ علي في جذب الاستثمار الخارجي، يعني يمكن حالياً السودان تتوجه لجذب استثمارات خارجية من عدة دول وتحديداً عربية وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة، دوركم في هذا الشأن؟ إحنا كدبلوماسية شعبية يعني تتمثل في الأندية، إحنا دائماً الوعاء الحاضن يعني لكل الورش يعني اللي بتتم في هذا المجال، وإحنا رسل يعني لهذا العمل كسودانيين في المقام الأول. والشيء الثاني يعني إذا أخذنا الجانب رجال الأعمال كمجلس العمل السوداني، الهدف الأساسي لمجلس العمل السوداني هو يعني جذب المستثمرين او الاستثمارات الخارجيه للسودان. فلا بد من انه رجل الاعمال السوداني يعني يعكس الجانب المشرق في السودان من حيث قانون الاستثمار وحتى يعني يجد حلول ان كانت هناك معوقات يعني. بالتأكيد يعني في كثير من العثرات اللي بتتم هنا وهناك، ولكن مقدور عليها يعني إذا أخذنا كل على حدة يعني. نعم، يمكن كمان جزء لا يتجزأ من يعني النسيج الاجتماعي السوداني في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المرأة، وممكن تكون المرأة هي غير عاملة حتى ربة منزل، لكن يمكن في الفترات الأخيرة أصبحت المرأة عماد من أعمدة يعني النسيج الاجتماعي السوداني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملها حتى في الحرف وفي الفنون، من خلال نسج الثياب وطباعتها أو حتى المطابخ السودانية والأكلات السودانية الشعبية اللي يأكلها حتى غير السودانيين في دولة الإمارات المتحدة. هل بيتم تداخل بينكم وتنسيق بينكم وبين ربات البيوت والمرأة و النساء العاملات وبين النادي السوداني بتتم فعاليات فيه، ولا العلاقة شو؟ لا طبعا بالتأكيد يعني المرأة في الأندية السودانية تعمل جنب بجنب مع الرجل. يعني لدينا يعني لجان في كل الأندية تسمى لجنة المرأة في كل نادي. لجنة المرأة هذه يعني قد تكون رديفة لمجلس الإدارة يعني. نعم. فيه المسؤول عن لجنة المرأة، فيه المسؤول الثقافية في لجنة المرأة والتراث، في أيضا الاجتماعية، في كذا يعني. وكل المناشط أو المناسبات السودانية المرأة تعمل يعني كتف بكتف مع الرجل لإنجاح هذا العمل. وحقيقة يعني من هذا خلال قناة أم درمان الفضائية يعني نسج التحية للكريمات يعني من المرأة، مثال أخت سلوى في التراث وعائشة في الرياضة وعوضية أحمد يوسف أيضا في الثقافة، والكثير من أخواتنا يعني اللي يعني نشيد حقيقة بأعمالهم المشرفة يعني المقدرة جدا التي فعلا تعكس يعني مكانة المرأة السودانية في أي مكان. نعم اليوم أكيد يعني أخوات نسيبة اليوم كل التحايا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقيقة هم يعني حتى بتشوفهم هم شغالين بكل حماس وبكل يعني احتفاء بالوطن وبالجالية وبمقدرات الشعب السوداني. نعم دي حقيقة يعني. وإحنا يعني دائما يعني عندما يعني تكون هناك فعالية يعني تجد أكثر الجوانب استعدادا المرأة.
نعم. بمجرد ما تطرق يعني باب أو تتصل بتجدهم يعني مستعدين بكل يعني أدواتهم، إن كانت بالنسبة للتراث، البراعم، الكورال، لكذا. فحقيقة لهم التحية يعني، وهم سند قوي جدا جدا لكل الأندية يعني. وزي ما ذكرت يعني في البداية إنه العمل لا يمكن يتم بدونهم يعني، وهم يعني مع الرجل كتف بكتف. ولهم الشكر والتحية مرة أخرى يعني. نعم أكيد. وإحنا لسه مواصلين معاك أستاذ علي إسماعيل، بس حنطلع فاصل صغير ونرجع نواصل معاكم مرة ثانية على سعيد مشاهدينا.